ايه ده احنا نمنا قد ايه؟ لا انا ما نمتش، انا كنت بحكم. يا ملايطه، في مليوط ناقص. اصل هما كانوا بيلعبوا خماسي الفجر في الغيط، فالفريقين اتخانقوا على فاول، فانا طردت واحد من هنا وواحد من هنا. وايه الاصابات دي؟ ما اصل الاتنين كانوا بيتخانقوا مع بعض على فاول في الغيط، فانا طردت واحد من هنا وواحد من هنا. يعني خدته بطركه تمام والدنيا بقت حلوه؟ سمنه على عسل. احنا ادينا دهده في دهده ودهده في دهده، وبقينا حبايب وكل واحد خد فلوساته، بالرغم ان احنا كنا اعلى سكور. بس هنقول ايه بقى؟ ضيوفني. انت مش شايف ان اربعه ملايطه مش عزوه يا واد يا مازن؟ العزوه بالنسبه لي مش اقل من سبع اسات واتنين جوكر وشويه فكه، كده هيبقى شكلنا عره قوي. يا عمي وانت فاكر ان دول اربعه بس؟ لا، الملايطه دول زي الفيروسات كده بيتكاثروا بالزحمه. اعطس يا ولد في الشخوط يا واد التواو. بقول لكم ايه، عشان نخلص احنا جايين نقرا الفتحه. تقرا فتحه مين انت؟ انت قتلت حد من الاحتياطي؟ يا عمنا يا عمنا، دي خطبه اختي على علي بيه. علي بيه يعني مال وشرف وجراش ودوبليكس، يعني ما شاء الله راجل خلصان، يبقى جدع لو مسك ايديه. يا ربنا يستر. طلباتكم 200,000 جنيه. كتير بس موجود. وميت جوان دهب بندق يكون عيان 24. افتري بس موجود. والستاير كمان على العريق. طيطير في اركان. الستاير على العروسه. لا، الستاير على العريق. دي تبقى عين. تبقى جرسه. يا مخلوبين 3-1. اضرب يا ولد. والله انا اديك ولا بالمنكوب.